وال 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 حبايبي مش طبيعي معلم، يوم نزلت عنا حاضنة جديدة يا اساطير. اوه سكين بنت من هون، سكين الشاب دام وبنت حلو. اوه هذا معلم شي باللون، وشوف البنت كمان. اوه ماي جاد حبايبي كراب، كيفكم ان شاء الله بخير؟ ان شاء الله كل شيء تمام. جيتكم اليوم مقطع جديد يا ستير. مقطعنا اليوم شباب باين عن المقطع، نهرب الحاضنة شباب، حاضنة جديدة معلم. لايك يا صديقي حبايبي كم، الله يسعد ليكم. نقول بلاش هذا المقطع الاسطوري يا حلوين. لا تنسوا، لا تنسوا تسلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام. لا تنسوا حبايبي طبعا الفايق في تايم تايم فايق جد منهم يعني حبيب والله ما يمسح حساب. اعطونا لايكات معلم حبيب والله. اوكي خلينا نخش في الحاضنه يا معلم. اوكي هذا شاب اللي انتم شايفين عندي اليوم 65 بطاقة حاضنة دايموند. لا بطاقة العادة يا شباب والله ما يمسح صح يا جماعة. 12000 جوهرة يا شباب، 12000 جوهرة و65 بطاقة. ليش شو راح يصير؟ عندنا جوار معلم في كثير الجوار الصفر هذول. اوكي خلينا نصحصح شوي. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش نلعب قبجة الحاضنة معلم. ليتس جو، اللفة الأولى يا معلم ليتس جو. ويلي شباب هون معلم الحاضنة بدنا الأقنعة، بدنا الأقنعة يا شباب، بدنا الأقنعة الحاد حادة الرومانسية معلم. اوكي اولته بيض حلو، من اولته معلم يعني بيض. بيم اوه اول قناع باللوز. سو يا شباب انا ماشي اصلا كم يلزم كحاضر. اوكي مثل ما مثل بيض نفس الشيء، ثلاث جو ثلاث اقنعة، ثلاث تيب، اثنين واحد واحد مثل اليب زبان هذا هو ما تغير شيء نفس الشيء. اوكي بس صراحة يا شباب الصراحة انا والله هذا كثير حلو هذا يا شباب، هذا باللوز يا جماعة. روح نريد القناع يا برو. ويلي ويلي قناع، اوه يا احلى قناع يا اخي. ما بدنا احجار، بدنا بس اقنعة. اعطونا اقنعة يا شباب، اي اي بدنا قناع، بدنا قناع يا برو. ما بدنا قناع يا اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. ولتين حجر يا اخي، ما بدي احجر، بدي اقنعة يا معلم، بدي اقنعة. بدنا نجرب السكنات ولو بدنا نشوف حظنا بهالحاضنة كيف راح تكون معلم. بقى عندنا 12000 جوهرة وعندنا 2 قناع، وليتس جو نشوف الاوضاع كيف راح تكون. ايوه يا برو، اوه 320 معلم دايم برو. هي نشوف، اه لحد لما اعطونا قناع يا جماعة، ما بيعطونا قناع. بدنا قناع، بدنا قناع يا اخي، ما بدي احجر. والقناع، وهل ما بيعطونا غير احجار يا اخي؟ يا اخي ما بدي احجار، عندي احجار بالهبل. بدنا قناع يا برو. اوكي ان شاء الله يطلع لنا قناع. قناع ابوس، اه يسعدينا. هي احلى قناع، حلو. هاي اول قناع معلم بالله. زاد لنشوف، حجر مره ثانيه، حجر مره ثانيه. انسى، ما بدي احجار، ما بدي احجار يا اخي. حجر مرة يا اخي، والله شيء مو طبيعي يا جماعة. مع انه في حجر واحد بالماكينة وفي ثلاث اماكن اقنعة، يعني لازم يطلع لي اكثر شيء اقنعة يا اخوان. دايم قناع ولو، ول قناع ولو، قناع اعطوني قناع. ما بيعطوني قناع يا جماعة، نروح نلف معلم. اطلع اوكي اوكي شباب، باين معلم من الحظ بيض مو حابين يعطونا يعني هلا الاقنعه. راح يعطيني بس ايوه، لا ولو لا ولو. حجر مره ثانيه، حجر مره ثانيه يا جماعه. ما في قناع، ما في قناع يا اخوان. بدنا قناع ولو حجر. لا ما بدي احجر. وااا يخسر معي 50 حجر يا جماعه، 50 حجر يا جماعه، والله مو طبيعي. ما بدي لا حجر يا اخي، بدلوا لي، ما بدي لا حجر، بدلوا لي يا اخي. خذوا 10 احجار واعطوني قناع. ما بيعطيني قناع يا جماعه، والله شباب ما انا حاسس ما بيطلع لي اقنعه، ما بيطلع لي اقنعه يا جماعه، ما بيطلع لي اقنعه. اوه طب اعطوني قناع واحد بس، قناع واحد بس، قناع واحد بس. ايوه بالله زي وها يا احلى قناع. اوكي نضرب كمان لفه معلم شوي يطلع لنا قناع. حلو ايه ها، كمان لفه شوي يطلع لنا قناع باللوز. ما في، اوكي شباب ركز معي اجي لهون كمان لفه ان شاء الله يطلع لنا قناع. نضرب كمان لفه، خلي 3000 جوهره معنا معلم.
تبعهم خلص ما في شاب. الحاضنة هاي معلم عذب بيض فيها وقسم بالله شاب 53 حجر خمس أقنعة. أوكي شاب أوكي شاب أقرب قبل كل شيء يا ساتير. أنا اللي شيل طبعا هنا في سكين البنت أوكي وفي سكين الشاب. معني شاب حابب أجيب هذا السكين أول شيء يا جماعة بس يعني ما أعرف شو بدخلكم يا أخوان. عن هذا السكين الشاب الأحمر راح نجيب فرجيكم هذا تمام وعلى اللايف ستريم شباب راح نكمله. أصبر شوي نشوف هون. أيوة هذا عنا هذا القناع هذا الجسم عنا هذا بس صراحة شباب هذا عجبني أكثر شيء. هذا اللي عجبني أكثر شيء يا جماعة هذا اللي عجبني أكثر شيء يا جماعة هذا بس كني بنت هذا كمان يعني باللوس. أوكي ليك شباب طول ما راح نأخذ هذا الأحمر لأنه صار فيه إيفكت أكثر. راح نأخذ هذا الأحمر شباب نستبدله أول شيء. أوكي نعمل له أوبن نعمل له حصول ما حصول ندخل نشوف الوضع معلم. اوه باللوز 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 والله باللوز يا جماعه هذا السكين. اصبروا نشوف تدريب شباب على السريع ليتس كيو شوف وضعه شباب كيف حجمه بالتدريب ما تدريب. اوكي خلينا ندخل نشوف معلم بالعاده شباب ندخل جيمات بس بالاخر معلم عبي والله انسى ندخل تدريب على الرواق نشوف الوضع معلم صحصح بالتدريب ليتس كيو يا بوي هات لنشوف. هلو برو والله شباب انا فكرت اوه اولي ركزوا لي على الافكت يا شباب ركزوا لي وين رحنا اي ركزوا لي على الافكت شباب ركزوا لي على الافكت ركزوا لي على الافكت يا جماعه قولوا لي الافكت معنا راح تطلع اول يمكن اول ما نقتل اي واحد معنا بيطلع على الافكت. خلينا نشوف هات نشوف هاي واحد اصبر هات نشوف تعال يا بيبي تعال. اوكي عندنا واحد بربرجي معلم واحد بربر جاب القفزة شباب بولته يعني هيك عبيد والله شفنا شي واحد تعال ولي يدخل تلجد اولي وين صارت الافكت باللوز عن جد يا جماعه افكت كثير حلو الصراحه. خلينا نطلع نشوف شو راح نجيب مره ثانيه. اوكي طبعا شباب راح نكمل الحلقه الحاضره معلم على البث المباشر نجيب كل السكنات. اوكي باللوز اوكي ندخل لهون شباب نرجع على اكسشينج شيلنا الحبه شباب راح نجيب سكين بنت تمام راح نجرب سكين بنت هذا راح نخليه من بعد شباب اوكي راح نجرب سكين بنت شباب عشان نفرجيكم اياه يا بنات يعني شوف يعني جربنا سكين بنت عشان نفرجي البنات. اوكي طبعا ما في عندنا اقنعه تمام بس استنى يعني نشوف الجواهر ونحرق الحاضنه وباللوز معنا. اوكي ما في مشكله حبايبي الكرام سكين ناخذ سكين بنت نحط شخصيه كيلي. لا وين كيلي؟ كيلي بلوز كيلي باللوز نجي لهون نجي لهون نجي لهون نجي لهون كيلي 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 ايوه هاي هي كيلي يا جماعة هاي هي كيلي شباب ول صراحة يا جماعة صراحة السكن الابيض والاد الاحمر عن جد من السكنات الحلوة يعني كتير كتير. اوكي تعالوا نجي لهون شوف الوضع عليه كيف شكله باللعب ما تاخذ الشباب مع بقدر بحكيك يعني صوتي عم يروح شوي لانه ما اعرف عندي وجع بالحنجرة. اوكي ليتس جو ندخل من هون هذا هو سكن بنت شباب. والله شباب انا حاسس انه سكنات البنات بالحضن احلى من الشباب ما بعرف ليش هيك حبيبي والله. قول لي الو الو جايز هاو ار يو شو حالك معلم معلم. اوكي اي واحد قول لي بلشنا الاساطير يجوا بلشنا الاساطير يجوا بعد دمي 16 يا برو وال اوكي اوكي شباب طول شباب بكره بنروح على الحاضنه بنروح على الحاضنه يا جماعه نروح على الحاضنه يا شباب جرب حظنا بقلب جواره يا شباب حابب اجيب سكن الشاب يا جماعه اقسم بالله بدل هذا الابيض بالابيض ابا بليز قناع قناع ابو سيدك قناع يا برو ما طلعنا القناع ول عندي قناع اوه اقدر اجيب السكين دام قولي تعالوا شباب يا جماعه باللوز كيف هيك زيت يا اخي والله السكن يا اخي والله يا جماعه ما انت بدل ما عندي قناع زياده وليه بيطلع لي هذا القناع تعالوا هون تعالوا هون جيب هذا السكين شباب هذا الابيض وعليك يا شباب وضع صار باللوز عن جد سكين هذا الابيض حلو كثير يا جماعه بتعرفوا شو بيذكرني؟ بيذكرني بايام اساسن كريد شباب اتو اوكي نفس اللبسه تقريبا نفس اللون نفس هذا يذكرني والله يعني هذا سكين كثير كثير حلو باللوز هذا سكين هذا اللون عجبني اكثر شباب اكثر شيء الصراحه عجبني هذا الشيء هذا اللون شوف باللوز يا برو باللوز يا برو هات ندخل نشوف
اوكي قول لي ويلي عادي اللعبة مع القاعة بابام بابام الو ولد الحاج باللوز وضعك باللوز تبي ترفع تبي 22 عيب عليك عيب عليكم تضربوني معلم طيب يروح كل البربرة يبي لوز تبي 22 شباب كيف عايش اصبر ويلي تبي 22 يا جماعة تبي 4 تبي 4 تبي 4 ويلي كيف متخبي ابلع إذا 104 شباب إذا 104 هاي مدت دمروا مدنا يا جماعه حلو جاب والله الصراحه شباب استمتعنا كثير بس باقي طول باقي شباب في شيء ما قلت لكم اياه شباب بدايه المقطع لازم اقول لكم اياه الان لانه شباب في عروض اسطوريه وشباب موجوده بالشوب تو جيم على الشوب تو جيم حبايبنا كل ما عليكم تدخلوا على طريق الرابط موجود تحت بالوصف في جوائز وجوائز اضافيه مثل شحن اضافي مثال تحصل على مناطق اسطوريه مناطق اسطوريه شو يا اخي يا اخي انا فكر حالي بالجي تي اير بي يا سلامي اقسم بالله شباب انا ضايق فايق صح ماني مصحصح يا جماعه والله ماني مصحصح والله يا شباب انا ماني مصحصح صدقوني ماني بحكي مع اللعبه ضايق حبيبي والله المهم شباب ركز معي كيف تدخل على موقع شوب تو جيم عن طريق تحت رابط الوصف اوكي حبايبنا حطوا الاي دي مثل ما شرحت لكم بالمقاطع اللي فاتت اشرح لكم مره ثانيه لازم تحطوا الاي دي واهم شيء يا جماعه برجع بكرر لازم حسابك يكون مربوط بعد ما تربط حسابك تعمل نقر هنا وتربط حسابك بعدين بتجيك الوضع الحظ تلف حظ تبعك تاخذ 50% فوق 50% ولا 75% طبعا شباب داخل احداث شوبت جيم في عندنا سكين جديد عن الليفل باس ليفل اب باس اللي هو الليفل يعني كلمه يعني ليفل هون شباب بتجوا لهون بيطلع لكم الليفل باس اللي هو شباب الليفل يعني كلمه ترفع الليفل تاعك بتاخذ جواهر باللعبه اوكي هون اول ما تدخلوا شباب اول ما يكون حسابكم مربوط وكل شيء باللوز مربوط حسابكم في جواهر اضافيه تمام وفي سكنات اضافيه شباب موجوده بحد احداث الشوب تو جيم كل ما عليكم تدخلون اهم شيء تربطوا حسابكم بعدين تختاروا الـ 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 المكان او الـ او الـ او الدول او 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 لما موجود فوق شباب فوق فيكم تختاروا مرات ما بيظهروا غيروا الـ 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 الاماكن الدول ورجعوها بتطلع عندكم شباب يعني طلع عندكم مايستري وكل شيء مثل ما شرحت لكم بالمقاطع اللي فاتت. المهم شباب بتاخذوا معلم بتشحن منهم بتجيب من هون وبتحصل على الجواهر الاضافيه بنفس الوقت شباب في باللعبه في هون حبايبنا في اماكن مكان تقدر تحصل على سكين نفس يشبه هذا السكين شباب شيء باللوز. حبايبنا الله يسعد ليكم يا اساطير ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع نلاقيكم ان شاء الله باذن الله تعالى على البزوز المباشر حبايبي الكرام ونكمل بحرق الجواهر مو حرق الحاضنه وكل شيء باللوز اوكي حبايبي يلا بشوفكم على خير شباب بنروح اصحصح معلم مع كاستا وكمل كاستين اول معلم صحصح وحلقه تسولف باللايك باي باي.